ومعنا الآن عبر الهاتف الدكتور أحمد جنيدي أستاذ الإدارة الاستراتيجية. أهلا بك يا دكتور أحمد. أهلا بحضرتك. إذن الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2021-2022 تم الأخذ فيها طبعا يعني بعدة نقاط: مساندة القطاعات الإنتاجية، الفئات الأكثر احتياجا، دعم المشروعات القومية، يعني وهذه النقطة التي أبدأ بها معك دكتور أحمد جنيدي. المشروعات القومية التي غيرت من وجه الاقتصاد المصري بالكامل، كيف تراها أنت؟ تمام. طبعا احنا عايزين بس نفكر سيد المشاهدين ان لما تولت القيادة السياسية الحكم في مصر كان قدامها أمرين: يا اما تستمر في إعطاء مسكنات لأخذ قرارات شعبية تفرح المواطنين بس هتكون على حساب التنمية المستقبلية. طبعا هي ورثت تركة ثقيلة زي ما كلنا كنا شايفين. والأمر الثاني لما أعمل برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي مبني على خطة ورؤية استراتيجية واضحة. وبالفعل الدولة بدأت في إجراءات ما يسمى بإجراءات الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، وده كان تحديدا في نوفمبر 2016. طبعا ده كانت بدايته، لابد من إجراءات كانت نوعا ما قاسية ومؤلمة في البداية خاصة للطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة، زي تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على البنزين والمحروقات وهكذا. وطبعا ده أدى إلى ارتفاع في مستوى الأسعار في البداية، لكن ده كان إجراء حتمي. وفي المقابل الدولة اشتغلت على التوازي على برامج الحماية الاجتماعية للحد من الآثار السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي. بالإضافة البلد أو مصر كان عندها رؤية، اللي هي رؤية التنمية المستدامة 2030، نعمل تنمية في كل المجالات: تنمية بشرية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية، على المدى الطويل مش للأجيال الحالية لا، وكمان دون المساس بحقوق الأجيال القادمة. وبالتالي الدولة كانت عشان تحقق التنمية المستدامة دي عملت عديد من المشروعات القومية العملاقة في الفترات الأخيرة. صحيح. تحديدا من 2016 لحد وقتنا هذا، وكان في نتائج كبيرة تمت نتيجة هذه المشروعات الكبيرة، واللي هي نتائج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من جائحة كورونا إنها وقفتنا كتير. بس لولا برامج الإصلاح الاقتصادي، لولا برامج المشروعات القومية العملاقة اللي الدولة اشتغلت عليها، كان هيبقى عندنا مشاكل كبيره جدا. بس احنا بفضل وكانت النتيجه ان الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو بالايجاب مش بالسالب زي اقتصادات كبرى يا دكتور اعلى احمد. ثالث معدل نمو اقتصادي قبل الجائحه كان بعد الصين والهند 5.8 وبالتالي او 5.6، وبالتالي اثناء جائحه كورونا احنا كنا واقفين على ارض صلبه. انخفضت معدلات البطاله كان قبل الجائحه، انخفض عجز الموازنه العامه للدوله، ارتفع الاحتياطي النقد الاجنبي قبل الجائحه كان 45 مليار دولار من 12 مليار دولار في 2012 او 2013. فده معناه ان احنا كنا الدوله ماشيه على الطريق الصحيح، وبدات او قدرت قصدي ان هي تعرف تواجه الجائحه بشكل كويس جدا، ما تاثرش بالمواطن بشكل كبير. فضل يرجع طبعا يعني بعد ربنا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمشروعات القوميه اللي اتبنتها الدوله على كل المجالات، بدايه من المجال العسكري على المجال الصحي التعليمي، البنيه الاساسيه، البنيه التحتيه، المشروعات الصناعيه، المشروعات الصغيره والمتوسطه. فبصراحه كان في جهد كبير مبذول من قبل الدوله في السنين اللي فاتت. نعم. ايضا عندما ننظر الى اعداد الموازنات يعني يا دكتور احمد، بنلاقي ان هناك يعني فكر جديد، تطور في يعني تخصيص يعني المصروفات والمبالغ الموجوده في الموازنه. يعني هذه المره يعني اهداف الموازنه استقرار نمو ايرادات الموازنه بمعدلات اعلى واسرع من المعدل السنوي للمصروفات، مسانده ودعم النشاط الاقتصادي، قطاع الصناعه، قطاع التصدير، الحفاظ على استدامه الانضباط المالي، دفع أنشطة التنمية البشرية. يعني بقى في شكل جديد كده عند أعداد الموازنات. تمام. طبعا هي حاليا الدولة في المشروعات التنموية هي ركزنا على حاجتين أو الدولة هتشتغل عليها، هي عملية الإنتاج ثم عملية التصدير. في اهتمام كبير بعملية الصادرات، وفي أعتقد سيادة الرئيس كان طلع مبادرة إن احنا عايزين في 2030 يكون عندنا 100 مليار جنيه أو دولار صادرات. وطبعا ده هيبقى نتيجة المشروعات الصناعية اللي الدولة شغالة عليها حاليا.
بقى في مجمعات صناعيه، بقى في تطوير لقطاع الاعمال العام بشكل كبير. أيوة. عندنا هتعمل مجمع للغاز والنسيج، هتعمل مجمع للصناعات الكيماويه، بالاضافه الى المشروعات في صناعات البترول، الاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيره والمتوسطه ونشر ثقافه العمل الحر لدى الشباب، تطور كمان الجهاز الاداري والنقل للموظفين للعاصمه الاداريه. العاصمه الاداريه الجديده دي هتبقى تعمل نقله نوعيه في تطوير الجهاز الاداري، وبالتالي تقديم الخدمه للمقدمه للمواطن. دولة شغالة على موضوع التحول الرقمي والرقمنة لكافة الأجهزة ومؤسسات الدولة، وده هيؤدي إلى برضه تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وتوفير الوقت والجهد. وبرضه بنعمل على عملية عشان نحقق الإنتاج ونحقق الصادرات، فبنعمل على الدولة بتشتغل على موضوع جذب المستثمرين، خصوصا المستثمرين الأجانب. مفيش إنتاج ومفيش صادرات من غير استثمارات مباشرة وغير مباشرة، والدولة وفر مناخ الاستثمار من خلال التشريعات الجديده اللي بتعملها، من خلال الرقمنه، من خلال تطوير الجهاز الاداري، من خلال تطوير البنيه الاساسيه والبنيه التحتيه، انشاء الطرق والكباري. ده كل ده هيؤدي الى زياده الاستثمارات، وبالتالي الى زياده الانتاج وزياده الصادرات. نعم. بالتالي ده هيضيف للموازنه العامه للدوله، وان شاء الله احنا عندنا عجز حاليا كل مدى بيقل، ان شاء الله خلال السنوات القليله الماضيه الامور ماشيه تمام هنحقق فائض او مش هيكون في حاجز في الموازنه العامه للدوله ان شاء الله. انا بشكرك على هذا التحليل دكتور احمد جنيدي استاذ الاداره الاستراتيجيه، شكرا جزيلا لك.